وتكتب. نحوها كان سوسه بودر قال اكتب الخط بتاعك ضعيف وما فماش ركاب وما فماش شنو. نعم. تمشي لشركه النقل شو يقول لك؟ يقول لك توما عندكم كار المهدي اهتوا البنان خذوا كار المهدي. احنا عاملين ابونمون اشتراكات مدرسيه وباش نهبطوا للبنان على تاكسيات عاملين الشركات احنا مدرسيه. احنا نطلبوا يوفرونا كيران من السبعه من السته تاع الصباح حتى للثمانيه خاطرش فما طلب يروحوا حتى التسعه تاع الليل الكيران يبداوا موجودين. هذا شنو طالبين بالنقل؟ طلب شرعي عندك زاده كيف قلت لي تحب تحكي في النقل؟ في المدرسه نرجعوا من بعد للمدرسه. من أنا نشي نعطي الحق الإجابة للسيد طبعا شهاب ترشون رئيس إقليم شركة النقل بالساحل. مرحبا بك سي شهاب. بارك الله فيك على الاستضافة. يعيشك تفضل. شكر كبير لأهالي طوزة اللي يستقبلونا ما شاء الله عليهم. نحيي فيهم قدموا تحية لدار الشباب في طوزة. بربي ذكرتني خاطر ساعات اللي يبدا في الحصة ينسى. دار الشباب في طوزة شوف قداش مسكنات معناها يفرحوا بينا وزينونا مدونا النبت الجديد. تحية اليوم يعطي الصحة السيد مدير دار الشباب وكيف كيف كل الزملاء فرحوا بينا بالكدا مشكورين وأمنونا النقل هذايا بالطبيعة. هذايا شكرا مشكورين. نعم اتفضل. أهالي طوزة والفرحان بهم. بادي إذا بدأ حبيت نستقبل أنا حبيت أن أفتتح الكلمة بتاعي ترحما على أحد جنود شركة النقل الساحل توفى اليوم. هو يقتل معناها على بعد مسافه قليله من طوزة بمدينه المكنين. دونك نقولوا هذوما ناس يخدموا في الدوله كما غيرهم فطرحوا من على روحه الذكيه وان شاء الله ربي يصبر عائله شريك النقل بالساحل وعائله قتلوا زاد زميلكم الفتره هذه زاد اللي فاتت في اطار العمل بتاعه وكان بركاج صراحه اليم ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يعطيكم ان شاء الله الصبر. دونك حبيت نقول هذا لان الزمن في نفس اليوم اللي جينا فيه توا المكنين جينا لنا. نعم. حبيت نعطي بسطة أخت عواطف على نشاط إقليم شركة النقل بالساحل مسيره خاصة منطقة طوزة. في منطقة طوزة ثم 10 سفارات منتظمة و10 سفارات خاصة. نعم. ثم زوز اتجاهات اتجاه المسير واتجاه سوسة. أيوة. بالنسبة لاتجاه سوسة عندنا زوز سفرات صباحية وسفرة مسائية هذا في المنتظم. وفي اتجاه المسير عندنا 3 سفارات صباحية و3 سفارات مسائية. يأمن النقل في مدينة طوزة. بالنسبة للنقل المنتظم يتطلب 8 أعوان وزوز حفلات. نعم. والنقل الخاص موفرين توا 3 أعوان و3 حفلات. حبيت نحكي على الإمكانيات هذه لأنه توفير النقل ديما مرتبط أساسا بالإمكانيات المتوفرة لدى شركة النقل الساحلي اللي هي مرفق عام ومرتبط ميزانية الدولة ومرتبط معناها كل ما هو يتعلق معناها حبيت نقول أنه شركة في الشراءات بتاعها والاقتناءات بتاعها راهي مربوطة بوزارة وزارة إشراف ومربوطة معناها بظروف دولة والناس الكل تعرف نحن في انتظار هالدفعة من الحفلات اللي جاية. نعم. ولربما نقرن حديثي أنا بالإمكانيات هذه بالطلب بتاع المواطنين في مدينة طوزة اللي هو طلب مشروع ونحن غايتنا هو أن نوفر النقل لكل أهالي ولاية المنستير مش كان طوزة. أيه. برك. أيه. حبيت نقول أنه اللي اتقال من طرف المجتمع الوطني في المدني فيما يخص سفرة سوسة هذه السفرة بتاع 6 أرباع من سوسة في اتجاه طوزة رأي نحن في إطار الدرس الأسطول بتاعنا العمر بتاعه كبر. نعم. صحيح كلامي يقول لك كان سفرة وما عادتش. لا هما ما قالوا لكم زيدونا كار وما قالوا لكم قد على قيلة وصلونا لطول. نحن باش نعمل هاو جيت تفصيل. معناها هما هاو مطالبهم بسيطة شوية معناها برابور لل مانيش نستناو في كار خاصة بينا تهزنا وتجيبنا خاصة بطوزة. أعطينا هذاك هو الخط وصلنا لطوزة ما تحطناش في جمال هكا في جمال تاخذ في جمال. في نظام الخدمات بالنسبه لخدمات شركه النقل بالساحل عندنا خدمات عدد معين من الخدمات كي توصل لنا حافله تنقص بعض الخدمات نعم. على بعض الخطوط اما توفير النقل بالنسبه للتلامذه بتاع طوزه قاعدين يقراوا لان تكون مش بظروف معنا طيبه احنا حاسين شاعرين بهذا احنا عندنا على جد الاولوياتنا السفره هذه اللي حكى عليها المجتمع المدني انه سفره بتاع 6 أرباع قاعدين حاطينها مدرجينها من اولويات. نعم. انه ربما توفر امكانيه انها مش تكون باذن الله تكون من السفرات اللي مش ترجع في القريب العاجل لانه يعني واعدين في حدود مارس
شركة النقب الساحل مش تاخذ حفلات دي؟ وإذا كان معناها توفرت الإمكانية معناها وكذا مناش باش نبكر عليهم، ماذا بينا نوفروا الحفلات والنقل للكل، لأن نحن في حد ذاتنا بالطبيعة أكيد ناخذ الحفلة للكل. أنتم أولياء زادة راهو وعندكم وليداتكم وتعرفوا، ولهذا إن شاء الله في مارس كما قلت أنت يقع على قيلة الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات هذه، وخلي وليداتي هذوما زادة كيف يتمتعوا بحقهم أنهم يوصلوا لديارهم. حبيت نعم. موضوع آخر من العلاقة بال هي وهما كليزابري أي. اللي هما الواقيات. نعم. احنا في المشروع ميدانية 2015 ركزنا واقيات بمدينة طوزة. نعم. وحتى لربما معناها فوتنا شوية قصيبة المديوني وبجلنا قصيبة المديوني. دونك هذه هذا حبيت أيوة. نرفع هذا المعتمد موجود لنا. لا حبيت أيوة. أن نقرا حديثي أنه في مدينة 2016 إن شاء الله مش ركز الواقيات بتاع قصيبة المديوني وسبقنا طوزة على قصيبة المديوني. دونك هذا هو حبيت أن نقول معناها هذا داخل في أنشطة الشركة المستقبلية إن شاء الله. فماش تعقيب على النقاط هذوما؟ إن شاء الله في مارس كما قلت سي شهاب يقع طبعا أخذ الملاحظات هذه بعين الاعتبار. سي شهاب ترشون رئيس إقليم شركة النقل بالساحل بمنستير يعطيك الصحة. باهي نمشيو لنقطة أخرى توا زادة مهمة كيف عندها علاقة بالعمل الإداري بصفة عامة. نمشيو لمكتب بريد طوزة في تحضيرنا قلتوا لنا أنه المكتب البريد فيه اكتظاظ كبير وماذا بينا شكون يحب ما نعرفش اللي كان سي فيصل تحكي شوي نبداو المدرسه تحب باهي باقي يحبوك تقعد بحضيهم لاخر الحصه اقعد بحضي انا سي صاحبي باهي مثال نمشيو للمدرسه مدرسه حبيب بورقيبه تفضل نعم حبيب بورقيبه هذه وضعيه حرجه في طوزة وذات اولويه صحيح لانه عندها قاعات تايله للسقوط عندها اقل شيء من عامين صغيرات يقراوا في الكشاف صغيرات يقراوا في نادي الكشاف قال هو سوفون لنور معناها القاعه 8x6 من متر ولا 6 متر يقراوا في قاعات صغيره بيوت فهمتوا واحنا قادمين طبعا على فصل الصيف معناتها احنا فصل الشتاء ابرك اما في فصل الصيف معناها كيفاش العدد الكبير نتاع التلامذة نتاع 5 قاعات عباره على مدرسه كامله معناها يحولوها النادي الكشافه شوفوا الوضعيه اللي باش يبداو فيها معناها وليداتنا من ناحيه شرب الماء من ناحيه المجموعات الصحيه من ناحيه الضيق والتنفس الموجود معناها فيهم مش يقدر احنا نطلب من سلطه الاشراف واذا كان السيد وزير التربيه اللي رافع شعار الاصلاح يسمعنا معناها يسر عندنا يجيب لكم ايباد كلكم يجيب لكم ايباد لا احنا ماذا بينا اخت عواطف ما جبناش الايباد ماذا بينا يخلي الايباد يجيب لنا يصلح لنا الوضعيات هذه اني باش نقول حاجه اخرى بربي سي فيصل انتم اولاد الجهه والمدرسه هذه كان يحكيوا لي الاخوه تبرع بها الشيخ حامد جلدون اللي هو 6700 متر وعطاهم بيت المدرسه الله يرحمه ومشكور على هذايا بالطبيعه هو هذايا صدقه قدامه يعني هنا حتى المجتمع المدني ينجم يعاون راهو بالنسبه للمدرسه خاطر تقعدوا تنتظروا كنت وزاره التربيه ما نعرفش ولو انه من واجبها راهو لو انه من واجبها احنا ما انتظرناش لحظه الاخوان نعم احنا ما انتظرناش ويمكن السيد المعتمد جديد وتعرفوا انه معها ثانوي في طوزه معناها مدرسه الاعداديه معناتها طوازه ارض وبناء يعطيكم الصحه هذا المطلوب اغلبيتها تبرعات حتى المستوصف معناها الله يرحمه الهادي بوطاره هو معناها اللي بناه باهي الشوسعه الله يرحمه معناها اغلبيتها راهي تبرعات من طوازه طوازه ما خدتش تنمي راه تنمي علاش غايب عليهم هذا ما يمشيش دور الوزاره لكن باهي كنعاونوا بعضنا باهي احنا هذا دورنا وماذا بينا السلطات المعنيه خاصه كي تجي حاله كيما هذا معناها يلزمها تضحي بالطبيعه في سرعه كبيره نعم ثم وسمعنا احنا زاده انه ثم مدرسه جديده وشوق احداثها في حي الملعب ماذا بينا زاده العام الجاي تبدا تخدم على روحها وزيد المدرسه نتاع ابن خلدون واللي نخدم فيها معناها المدرسه تعود 600% ومعناها القاعات اقل من عدد التلامذه ماذا بينا ثم اكتظاظ معناها هاد 30 و32 عادي جدا اي ماذا بينا قاعتين اخرين باش يفكوا علينا الاكتظاظ واضح هو لما حالا نحن وجهنا مراسلة وحتى شوقي يقول لي معناها حتى موثق هذايا لدار الجهوية للتربية بالمنستير مندوبية الجهوية للتربية بالمنستير حول صيانة المدرسة الابتدائية العبيد بورقيبة في طوزة لكن ما جاوبوناش انطلاق الأشغال انطلاق الأشغال كان مبرمج في فيبر نعم لكن هذا ما يمنعش السيدة المعتمدة أكيد عندها فكرة قاعدة تتبع في الموضوع هذا تفضل مدام صوتك
تحكي لصوتك سي فيصل، فعلا الظروف اللي قاعدين يقراوا فيها التلامذة تويكا وحتى المربين في حداتهم الظروف صعيبة، في ظروف قياسية تم تهيئة مقر الكشافة، مشكورين اللي خليهم خاطر سيتي با بريفو. جات مسألة أنه القسام حسوها آلة للسقوط، فحماية جوستومون للأرواح التلاميذ والمؤسسة والمربين تم نقلهم لدار الكشاف واللي هي مش مهيئة أساسا أنها تكون مدرسة. تم تبليطها في ظرف قياسي وتم دهنها في ظرف قياسي، وكحل بيان سور تويكا وقتي قاعدين يقراوا هذيك، وحاولنا ندعم الناس الكل كي أنه تبدا الأشغال في أقرب وقت. وجوستومون تم نشر طلب عروض، فتح العروض إن شاء الله باش يتم لو 11 مارس 2016، وتم رصد ميزانية ب 400,000 دينار اللي هذه من خلالها باش يتم بناء مكتب مدير وتهيئة الساحة وبناء مجموعة صحية وقاعة إعلامية وإعادة بناء 5 قاعات. دونك هذا يعني خمس قاعات بديتي بتهيئة المكتب نتاع المدير وجعتني معناها. ما هو المليح يبدا خاطر ايوا اول حاجة الخمسة قاعات جعتني صحيح. اول حاجة الخمسة قاعات باش يتهيئوا الوحدات الصحية كيف 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 وحدات صحية وقاعة الإعلامية وتجديد شبكة الكهرباء باهي برشا. هذايا بقيمة جملية قدرها 400 مليون. مادام وقتاش فتح العروض يبدا لو 11 مارس ديكون معناها ما نعرفوا ميزانيه الدوله تبدا تحل كذا كذا، دونك بقدره ربي في ابريل نبداو الاشغال. في العوده المدرسيه القادمه الصغيرات الكل يبداو وجاهدين ان شاء الله بتكاتف الجهود الكل، لانه في العوده المدرسيه الجايه ان شاء الله ان شاء الله تبدا القاعات حاضره. مكتب المدير تو نخليوها للاخر سيدي. لاني قلت شو مفروض هذا تفضل مواطن كيف كيف عرف عليك الاستضافة والرحب يعني. من كل الرحب بإذاعة تشتير يعيشك التفضل توفيق الدين أولا مواطن أي مالا كنا مواطنين نعم تفضل ونسق نداء تونس وش ندخل بسيفتي مواطن أيوا بالطبيعة أنت دخل سي فيصل وقال كل ما يلزم فيما يخص المدرسة نعم. أنت قلت كلمة قلت وينكم أنتم احنا وقتنا فتحوا الشهر طيب الميكرو مش صافي وقتنا فتحوا الشهر المدرسة نعم كنا سابقين أي واتصلنا بالمواطنين وموظفين كان سيد المدير المؤسسه كان موجود وعندنا ما واحد حاولنا الاتصال بهم كبير ولا عايز مكان ما لقيناهوش وقمنا كل ما يلزم نجم نقوموا به. لكن في مخص مدرسه برقيبه بالسيد المعتمد حضورها نعم الموظفين تقول لنا معناها خاطر راهو الحديث داير انه مش ممكن باش العوده المدرسيه 2016 2017 المدرسه تكون بالنسبه للكلام ده كلام ذات نعم. صدقني معناها الاولياء يتشكاون في مخص معناها الدروس اللي في الكشافه أي. وقت اللي يجي يخرج ولا 10 فك الفراحه معناها الدرجات ما يقاوش وانه يتفرح في فك الدرجات. نحب نعرج على كلمه في مخص الناس اني فلاح وتقريبا 50 متر على الزياره الميدانيه اللي قمت بها عند البير غادي كي من باش ما نخوش من وقتكم برشا يعني كارثه. كنت نشرب منه الماء مهلوه هو انا عندي معناها تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور ما عادش نذوق حتى الزوايا ما عادش نعطيه هو على مول تفضل نمشي. الاشكال نتاع المصب الاشكال نتاع المصب بايجاز راهي مش طول عليكم الاشكال نتاع المصب خارج فيه قرار مصب معناها مغلق بالبلديه ما فيش تلقان سي محمد والدليل على ذلك هو انه ما عملوا له سياج باش العباد ما عادش تصب. ولذا القرار توا في السيد رئيس النيابه الخصوصيه. لازم يقف على هذا يقف على التنكيد هذا. وبارك الله فيك. وصلت الرساله للسيده المعتمده وهي هكا تاخذ الملاحظات هذه اكيد بعين الاعتبار. باهي باش نمشي توا للنقطه اخرى مهمه ما ننساش نمشيو للبريد عندكم شي حاجه اخرى. نمشيو للبريد. مهم مشكلة كبيرة باهي سي فيصل مشكلة الاكتظاظ نعم لحظة قبل ما نغادر ما تنسوش باش الوقت مش كيف فيكم راهو قبل ما نغادر خلينا نكملوا بقية النقاط ضيوفنا حاضرين على مندوبية الشباب والرياضة على مندوبية الثقافة على البريد إذا ما نعطيهم مشكلة لحظة واحدة لأن هذا أمر هام ويهم التوازن كله هو النيابة الخصوصية نعم النيابة الخصوصية احنا طلبنا حتى في المراسلة للسيدة المعتمدة أنها تشارك المجتمع المدني خاطر بلدية من غير نيابة خصوصية ولا من غير مجلس بلدي هي اللي باش تقوم وباش تراقب التنمية وباش تقوم بالإجراءات معناها باش تولي لنا فوضى في البلاد نعم. ماذا بينا السيدة المعتمدة قبل ما تقوم بأي إجراء تشارك المجتمع المدني مش كما صار قبل فهمت مش كما صار قبل تعتمد على السيد العمدة اللي يعطي ما لها
الاشخاص وبعتالي معناها نقعدوا في خيبه المسعى. نقعدوا في خيبه هو راه الحق القانوني تم معناها هذايا باقتراح من السلطه الجهويه ممثلي الادارات في الجهه معناها نعطيه ناس اللي هم يخدموا البلاد واللي هم ما نقعدوش في اشكاليات. كما قلت راهو يتجاوز السيد المعتمد هذايا راهو خلينا هذايا هذايا ناقشوه مع السيد الوالي ناقشوه مع السيد الوالي خلينا نقعدوا شوي والله ماذا بينا اطلبوا لقاء وناقشوه مع السيد الوالي. نمشيو لتوزه لا انت تو تحكي لنا على الاشكاليات الساعه وبعد نمشيو نعطيو الاجابه. تفضل سيدي شنو هي الاشكاليات اللي عندكم في مكتب البريد في توزه؟ مكتب البريد بالحق هذه معناها يمكن ثلاث سنوات اربع سنوات نعم وليت نلاحظ ابتزاز غريب. اني مره بيا ما عادش نمشي لمكتب البريد انا نتاع توزه نعم لا انا نشد الصف نبقى بالدرجين من 10 دقائق نبقى واقف اذا كان هذا يلتف بي يا ربي وليت نمشي نبعد نمشي نقضي شهر اخر ومن بعد تالي نرجع والا نمشي لقصر هلال ولا نمشي لمقنين ولا حاجه اخرى. علاش؟ لانه الاعوان معناها قله. نعم. ثم القابض اي وثم في الشباك معناها ثم بنيه في الشباك وثم شخص اخر اللي يوصل البريد هو ساعي البريد. فهمت؟ اذا احنا ايوه نطالبوا السلطات انهم يدخلوا اقل شيء يوفروا عونين اخرين باش يسرعوا في قضاء شؤون المواطنين. نعم. تسريع قضاء شؤون المواطنين خاصة في وقت الحر يا مدام خاصة نعم. في صبان المندات اي صبان المندات والا خلال فاتورات الماء والكهرباء أي. والله العظيم مشكلة كبيرة اي واحد يتعب من الامتلاء يتعب سي صاحبي صلاح رئيس مكتب البريد بتوزة مرحبا بيك وبيك عايشك ايوه مشكلة الاكتظاظ الاكتظاظ في مكتب البريد موجود ايوه ما ننكروش هذا ولكن الاكتظاظ ظرفي اي لا يتعدى 5 ايام في الشهر وخاصة شويه 5 ايام في الشهر ليش تستحضر يا خويا وخاصة ايام الذروه أي. كما قال الاخ عند استخلاص الحوالي خليت السبت ولا حد انت على حسابك كذا لا 5 ايام في الشهر في الشهر سوقتي في الجمعه خمسة في الشهر اي شو كل الايامات نتاع الصبيان معناها نتاع الخلاصات اي هو تو الاكتظاظ موجود في كل الحالات موجود هذا في كل الاماكن لكن انتم عندكم اكتظاظ زايد حتى يوميا قالوا لكم خاطر ثم مكتب وحيد هذا اللي فهمت نعم يومي مش متوفر ولكن احنا باش نزيدوا عون اخر أي. ولا باش نوفروا زوز معناها حسب لي ستاتستيك نتاع البيرو حسب باش يخدم العون ملزم باش يخدم 140 عمليه أي. في اليوم أي. كي نعملوا احنا 5 ايام ذروه معناها 21 يوم عمل متوسط كي نعملوا العملية الحسابية نلقاو بأن المكتب بريد توزة يستحق عون واحد. سامحني يا ضيع حسابيا معناها كيفاش تتعامل الإدارة. ما فهمتكش والله سامحني. توا معناها حسابيا ناقص تماما للواقع اللي يحكوا لك فيه. لا سامحني. أنت تقول لازم يغطي ساعات العمل نتاعو وهو متاعبين في الانتظار ماهوش معقول راهو. سامحني. كيفاش هذا يستحق؟ سامحني. لا فهمني. لا سامحني. أنا قلنا وقت الذروة هي 5 ايام في الشهر. متفاهمين انت على 5 ايام هذوما تحكي. اي نحكي على 5 ايام. نحكي لك على طول العام. نحكي على 5 ايام هذوما يبدا نشوف. نحكي معناها في حلول عاجله. أيه. في بعض الاحيان مش ديما يوقع فتح نافذه اضافيه للمساعده ظرفيه من طرف رئيس المكتب. وفي ظل الانتدابات احنا نسمع بالاداره وشنو يوقع فيها في ظل الانتدابات الحاصله نامل تدعيم الفرقه الاحتياطيه بالمنسيه بالاعوان وبالتالي تدعيم مكتب بريد توزة بعون ثان في كل اوقات الذروه. طلبتوا هذا انتم من الاداره نتاعكم الاداره العامه للبريد. هذا حسب ما في بالي الاداره العامه للبريد مقدمين معناها عندي مثمة انتدابات. وقعت الانتدابات لكن مثمة كوتا مش تاخذوا كل ولايه من الاعوان. طلبتوا شي انتم؟ لا سمح لي الكوتا مازال ما تفرقش في هما يفرقوا. هما يفرقوا. احنا نعم. انا نقبل باش يكون الكوتام تاع المستير ايوه معناها يكون معناها هام أيوة. ويكون معناها يوقع تدعيم مكتب البريد توزة بعون ثاني خاصه اوقات الذروه واضح ولكن مش يعني نحب بوش معناها كما نقولوا بشرى أيوة. معناها بان سيقع تركيز موزع الي هذه السنه 2016 أيوة. نقص عليكم الانتظار على سنة بمكتب بريد توزة نعم هذه السنة وتمكين العمل خاصة شو ما اللي يعمل اكتظاظ خاصة عندنا العمال الشركات وكذا عندنا حاجة أخرى أيوة. عندنا اللي هي الكارت شهريتك كارت شهريتك هذه مش مكنوها لجميع العملاء بالشركات باش يوليوا يجبدوا شهرياتهم 24 على 24 7 أيام على 7 أيام
فهمني ينجم يجبد شهريه وقت اللي يحب من الموزع خارج مكتب البريد من الموزع الالي من الموزع الالي معناها وثم حاجه اخرى اي وقت يسعد هذا تو الموزع الالي هذه الموزع الالي السنه هذه حتى معناها الاداره الكوتان تاع المستير هم سته موزعات سته أيوة. موزعات عندكم انتم وين احنا عندنا واحد بالنسبه لمكتب بريد طوس وعندنا حاجه اخرى عندنا برشا خدمات توقع عن بعد معناها هذه ممكن ناقصه شويه اشهار معناها نجم المواطن قبل في حاجه الى البريد لابد باش يمر عبر البريد باعتبار ان الحوالات كانت ورقيه والان اصبحت الكترونيه ولذا المواطن ينجم يقتني من مكتب بريد طوسة دينار سمارت اون كارت دينار سمارت بطاقه الكترونيه والسفي يكون عنده معناها خط هاتف ينجم يقوم باستخلاص الحوالات نتاع المؤسسات الاجتماعية سواء سي ان اس ولا سي ان ار ولا الكنام عن بعد من المنزل نتاعهم من دون التنقل الى مكتب بالطبيعه هذا معروف ويلزمهم يفعلوا شويه العمليات هذوما باش ينقصوا الاكتظاظ في مكاتب البريد وحتى في مؤسسات اخرى عندك شي اضافه في صحتي والله هذوما يقولوا لكم العمليه لا سامحني حاجه اخرى نحب نضيفها نعم. وكل رجاء معناها بكل من يقصد مكتب بريد نعم. معناها طوزة من الحرفاء الذي نرحب بهم في كل وقت ان هم معناها يقصدوا مكتب البريد معناها كامل اليوم ومعناها يعني صباح وعشيه أيوة. نلاحظوا بان الاكتظاظ الناس كل تحب تقضي شهرها من 8 ونصف نهار وما يساعتي ما ثلاثه يصبح البيرو عاد أيوة. ما فيش اكتظاظ بكل أنا بيضا بينا يقصدوا مكتب البريد في على كامل اليوم نعم صحيح والوقت هذاك نجموا يستغلوه بما انه ما فيهوش اكتظاظ باهي في صاحبي ثم زوج نقاط مهمين اللي هما الرياضه والثقافه تلقاو باش نطلبوا عن طريق نقدموا زملاء مرحبا بك اي نحكيوا عن الرياضه بالطبيعه نحب نرحب بالساعه بالممثلين من الثقافه والرياضه الاثنين نبدا بالنساء سيرش معناها هاي عليهم شويه مرحبا بك مدام نفيسه ابراهام رئيس مصلحه التظاهرات الثقافيه والتنسيق مع الجمعيات عن مندوبيه الثقافه بمونستير مرحبا بك شكرا اخت عوض يعيشك وكيف كيف خلينا نرحب في محمد صالح بن نصر رئيس مصلحه البنائيات والتجهيز مندوبيه الجويه للشباب والرياضه بالمونستير ثمي شي حاجه بخصوص الساعه نحكي بصفه عامه بخصوص الثقافه والرياضه زاد الاثنين وتو السيد زاد عنده كلمه في الموضوع شكون يحب يتدخل في النطاق هذا يعطيك كلمه رئيس جمعيه النصر تفضل سيدي تفضل شنو الملاحظات اللي تحب تقولها السلام عليكم ومرحبا بكم أول حاجة أهم وأثبت معناتها من أمور الكرة الرياضة وكذا يعني نضم صوتي إلى المجموعة اللي هي ضد المعمل هذايا المعمل التلوثي نغير معناتها باش ما ياخذوش عليا أني فكرة معناتها كمواطن طوزي طبعا في النصر راني ممالي إلا والطوزة ونرجعوا احنا للاصاله وتاريخ طوزة هذه رانا احنا العمامرة الاول اول ناس لها ولذا انا معقول ما نتماشى ضد التلوث وضد ولادي وضد ولاد ولادي نمشيو شوي طب هذه نقطة واضحة نحكيو في الرياضة طب نبرر موقفي معناتها للمجتمع المدني بطوزة طب امور حكاية السيارة الرياضة بالنسبة للنصر الرياضي بالستاد مغبينا شوية تتبعات بالنسبة للأشغاء صحيح هذا شرف لنا كنطلقة الأشغاء وبارك الله فيكم ونشكركم على الأمر هذا وعنا إذا كان ثم إمكانيات أخرى عنا شوية المدخل نتاع الملعب الرياضي البلدي معناتها من طرف مغادية ولما لا ما تكونش عنا صالة مغطاة احنا بدينا ولما لا علاش تكون صالة مغطاة التنس للهوند للفوت معناها يا ريت ناخذوا ندعموا هالبلاد شوي. واضح يعطيك الصحة السيد رئيس جمعية شوية تطبعات بالنسبة للتعشيب وكذا. تعشيب الملعب. أمور أخرى من فضلك. حاجة أخرى تفضل. ما هو نزلكوا شوية. مستوعب هذاك هو أول مرة اللي نحكي. مرحبا مرحبا. أول مرة بكل صراحة. فهمتني ولا لا؟ نعم. بالنسبة تو بالنسبة للنص الرياضي بتوزة راهو أنه يغرق. بكل بالضبط على أمور الماديات وعلى ظروف وزيد توا معناتها نطاقة الأشغال يا باش تولي تنقلات وكذا أمس برك مشيت للسيدة المعتمدة واشتكيت إليها وقلت لها راني سوف انسحب بكل صراحة هو هاي موجودة أمام الجميع نعم علاش شوية توا يا أولاد البلاد وشوية دعموني شوية نعم توقفوا معايا شوية
راي البلاد هذه ما هيش باسم كمال العمالي. راي يا اخي الناصر الرياضي بتوصل. نعم. كل من هو سائل والحمد لله بفضل الله. انا خذيت فلوس تو من جيبي كفايه. كفايه ما قال لك مالت فاتوا انا. نحتاج الى الدعم. هو ماذا نعم. فيكم تستوعبوا شويه يا اولاد البلاد وتعاونونا طيب. باهي. ان شاء الله اللي يدير دعم وصل اولاد البلاد يسمعوا كلهم وان شاء الله يلقوا تلقى دعم تلقى دعم. باهي خليني نمشي لمندوبيه الرياضه بما انه سي محمد صالح بن نصر ممثل مندوبيه الجهويه للشباب والرياضه المنسكين حاضر معنا. عطينا البرنامج نتاع تهيئه الملعب البلدي تاع الشيب نتاعو شنو عندكم في البرنامج هذايا وكان ثم حاجه اخرى مرحبا تفضل سي. مرحبا بك اخت عوار. يعني. بلوحيين كله بتوزع كامله. يعني. لوحيين في تونس نعرف اللي هما ثاني وبرشا مشروع نتاع انطلاق الاشغال. والله يقول مش مسألة نورمالمون أول استاد ولا ثاني استاد ولا ثالث استاد لا 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 فهمك تعرف راهو احنا المشاريع ديما مربوطة باعتمادات وتحويل اعتمادات وإنجاز أشغال دونك فما أمور وإجراءات قانونية ومتاع صفقات عمومية تم احنا قعدنا نتابعوا فيها نحب الحيان كل في توزة والمستمعين معناتها اللي يسمعوا فينا واللي حاضرين نعم نعرفوا اللي راهو رصد من الاول اعتمادات تقدر ب 400,000 دينار نعم. عشيد الملعب البلدي بتوزع لانه معناتها كي جينا في طلب العروض لقينا الاثمان اكثر من الاعتمادات اللي تم رصدها نحب نقول اللي زادت الوزاره 58,000 دينار لانجاز الاشغال دونك تتسمى الوزاره وفرت دونك معناتها جوست نحب نفسر بتاتا لوخيان فما اجراءات تاع صفقات عموميه ايوه هذا علاش تاخذ وقت طويل يعطيك الصحه كالعاده اي كمشروع نعم عاد قايم الذات وموجود وفرنا له الاعتمادات مقاول في طور تسجيل الصفقه ان شاء الله في غدوه نقول انا جرامك شهر فينطلق في انجاز اشغال التعشيب وفي نفس الوقت عندنا اشغال تهيئه حضرات الملابس انت في رئيس الجمعيه حضرت معنا في الاجتماع معناتها اجتماع انطلاق حظيره نعم معناتها وانطلقنا في الاشغال والامور ان شاء الله نقولوا معناتها معناها في غدوه الشهر بتبدا الاشغال للتعشيب تعشيب اشغال بالنسبه اشغال تهيئه حضرات الملابس اي تسمى معناتها انطلقت مش انطلقت هي المقاول انطلق نعم شنو في اخر البرنامج هذايا؟ نعم المدارس لا احنا توا الوقت الحاضر عندنا معناتها تدخل في التعشيب وفي حضورات الملابس معناتها كي نجي نشوفوا احنا قيمه التدخل اللي صار في ملعب طوزه قرابه 600,000 دينار معناتها نعم. بين التعشيب وما بين حضورات الملابس اللي هي بون تعتبر قديمه ماهيش في حاله بون قديمه ظاهر اللي لوخيان في البلديه لاهين بها مشيت وعاينت وحضرنا في الاجتماع لكن كان نشوف الكونسيبسيون جديده ان شاء الله بتكون حضورات ملابس عصرية تتماشى معناتها مع الوقت هذا نعم وقدرة ربي مش كل برنامج نعم مش كل ساهلين إن شاء الله باش يتم الأشغال في أحسن الظروف ومتعاونين مع بعضنا إن شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحة سي محمد صالح بن نصر رئيس مصلحة بنائيات نعم نحب أنا لو خيانتي في توزة هما الناس طيبين برشا أي ربي يستر نعم نجيو بحذاهم معناتها نعم لا مش احنا ما نكملوا الملاحظه احنا دار الشباب زاد كمندوبيه وكوزاره الشباب والرياضه نعم. عندنا تدخل فيها ان شاء الله عندنا تعشيب ان شاء الله تعشيب الملعب اللي مثالي زاد عندنا اشغال تعشيب ان شاء الله في طول طرب العروض وعندنا في نفس الوقت تهيئه لدار الشباب ب 250,000 دينار معناتها نتولوا خيال في توزه نجم نقول شباب الرياضه مش نسيتهم انا. ايوه وخلي خلي الوليدات زاد يتم استقطابهم في الفضاءات هذه. خلينا في نفس الاطار بربي نعم فريال قاعة بولي فالونت للوليدات نتاع التنس احنا عندنا جمعية نتاع التنس محترمة باهية وما عندناش وين يترناو من احنا واخدين يعني بلاصة يترناو فيها ماهيش ما تفيش بالحاجة معناها ممكنش يدرج معناها حاجة من نوع هذا احنا معناتها بكل لطف معناتها جوست معناتها نفيدك اللي احنا رجعنا للمخطط الخماسي للتنمية معناتها وتعرف اللي معناتها الوزارات الكل والمندوبيات الكل قاعدة تحضر فيه معناتها انتم كلجان محليه وكمجتمع مدني تنجموا تقدموا مقترح واحنا بالطبيعه ندرسوه لكن خاطر المعلومه اللي التوفير الارض يتم عن طريق البلديه دونك اي مشروع باش تنجزوا الشباب والرياضه يلزم بلديه تقول راهو عندي ارض باش ننجزوا فيه المشروع هذا دونك معناتها جوست هذه المعلومه يقدموا هذايا مقترح بالطبيعه مقترح ويقولوا اللي عندها ارض موجوده يعطيك الصحة سي محمد صالح بن نصر رئيس مصلحة البنائيات والتجهيز المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير
نختم بالثقافه قبل ما ناخذ تاج اللي ان شاء الله الوقت يكفينا. نعطيك الكلمه مدام نفيسه ابراهام رئيس مصلحه التظاهرات الثقافيه والتنسيق مع الجمعيات في مندوبيه الثقافه المونستير. شعلنا في توزه الوليدات يقولوا لي برشا وليدات ضايعين للاسف، برشا شباب منتشره عندهم حاجات، نحن على كل حال في كل منطقه نفس الكلام، لكن كما ماذا بينا اولادنا يبعدوا على كل ما هو يخليهم ربما يعني يخسروا شبابهم في اشياء اخرى، يا ريتنا يقع استقطابهم في فضاءات مهمه ثقافيه وشبابيه ورياضيه، خليهم على الاقل في حصانه من كل معناها التطرف لا يمين ولا يسار. شو عندكم في طوزة يعني شو نجموا نحكيوا؟ شكرا اخت عواطف على هذه المصافحه عن قرب. يعني شكرا للاخوه ممثلي المجتمع المدني عن مدينه طوزة لوعيهم بهذه المشاكل، والوعي بالمشكل هو جزء من الحل. بالنسبة للمؤسسات الثقافية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير والموجودة معنا في مدينة طوزة هي المكتبة العمومية، وهي فضاء معنا وقع إحداثه سنة 2004، يشرف عليه إطار مختص في علم المكتبات، عدد البقاع 160 مكان، 80 معناها مكان مؤسس معناها مخصص للاطفال، و 80 للشباب والكهول. وقد معناها حسب التقرير سنه 2016 قد توافد على المكتبه العموميه بطوزه 2500 قارئ من جميع من مختلف الشرائح. وعدد معنى الاستعارات 1500 مستعير. قاعده تنشئ المكتبه وفي اطارها الفضاء الثقافي هذايا تمت معنا عديد البرامج وهي متواصله. توا عندنا برامج سنه 2016 منها الايام الجهويه للمطالعه منسي ليفر اللي مش تنطلق من 5 مارس الى حدود 29 مارس، وللمكتبه العموميه بطوزه برنامج مخصص معنا في اطار البرنامج هدايا، يمتد زاد البرامج نتاعنا في اطار برنامج الدنيا حكايات من 8 الى 17 ابريل، هذا اضافه الى البرنامج الوطني الايام الوطنيه للمطالعه 23 ابريل 29 ماي. في سفر المكتبه عندكم شي حاجه اخرى ربما بالنسبه لتونسه؟ ثم شي نوادي لتقطيب الاطفال هذوما؟ ثم شي تظاهرات ثقافيه في الصيف باش الوليدات يقاوي باش ينشروا فيها، او حتى المواطنين الكل مش لازم كان ربما الصغار ديما اكيد هو على الطبقه هيك، لكن مهم زاد حتى المواطنين انهم يتبرعوا وانهم يقاوموا يعني نشاط ثقافي كبير موجود في الجهه يستقطبوا فيه. أكيد هو في إطار برنامج مبدعون من أجل الحياة للمبرمج معنا لسنة 2016، تم معنا إدراج مدرسة من المدارس الابتدائية بمدينة طوزة في برنامج ثقافي وللتلميذ نصيب من الإبداع، هي قافلة لعروض مسرحية في فن الحكاية، عروض الفداوي ستجوب معنا كل جهات ولاية المنسير والجهات معنا المدارس ذات الأولوية، ومن بينها ان شاء الله ستكون معنا مدرسه طوزه. معنا احنا مش ننسقوا مع الاداره الجهويه للتربيه، وسيتم معنا برمجه نشاط معنا في مدرسه او في زوز مدارس معنا بالمدينه، هذا اضافه انه احنا في اطار معنا تفعيل الاتفاقيه الاطاريه للشراكه اللي صارت معنا بين الشباب والتربيه والثقافه، احنا مندوبيه الثقافه أبوابها مفتوحة لكل جمعيات المجتمع المدني ذات الصبغة الثقافية للدعم، ولما لا معنى للدخول في شراكة في مشاريع ثقافية تكون واعدة تكون تمس معناها من خصوصية المنطقة وتكون عندها بعد معناها استقطاب الشباب وإدراجهم في الحياة الثقافية وفي الحياة الإبداعية. هو في المنطقة ثم كان دار شباب فمش حاجه اخرى ثم حاجه اخرى اخت عواطف في المنطقه عندنا دار شباب وعندنا نادي اطفال نادي اطفال متاح من المكتبه العموميه اللي حكيت عليها مدام نفيسه. نعم ملاحظه في المكتبه العموميه عندنا بنايه هامه نعم لكنها ما فيهاش نشاط هي عزله هي معزوله. اني الملاحظه وانه القائمين عليها انهم يعملوا شراكه او دار شباب او المدارس نعم فهمت من يربطوا علاقات مع وليداتنا الموجودين في المدارس الابتدائيه نعم ومع الموجودين في المدرسه الاعداديه خلي تولي تعج بالاطفال نعم ويوليو لك الكتب هذوكم يخرجوا من الرفوف معناها ويلقاو شكون اللي يعمل صلى عليهم. واضح فهمت ماذا بينا اذا كان انت لقائمه نعم. تربط علاقات بالمؤسسات التربويه والثقافيه في البلاد واضح باش تخرج من العزله نتاعك نعم وراه
مقترح مقترح مسج حتى مكتوب زيد تفعلوا مع بعضكم تحكيوا مع بعض مكتبه عموميه اكتب لي نقطه نهائيه حجمها هكا نعم صراحه تحس في نفسي ومضى بين وكان تخرج وتعمل اشعال به نختم بموضوع اخر يعطيك صحة مدام نفيسه شكرا براهب رئيس مصلحه التظاهره الثقافيه والتنسيق مع الجمعيات على منظمه الثقافه بالمنستير باش نختم بنقطه هامه نخلي لك الكلمه سي سفيان قبل ما ياخذ معنا سي انيس بسباس رئيس اقليم من المقيمين لشركه الكهرباء والغاز ربي باش نعمل نداء الى السيد ولي المنستير نحن مجموعه من فلاحه في منطقه قصرنا الحل عملنا مراسلات الى السيد معتمد قصيد المديوني والى السيد الوالي نطالبوا فيه بادخال التيار الكهربائي فما مشاريع فلاحيه معطله في منطقه قصرنا الحل السبب الوحيد اللي خلى المشاريع هذه معطله هي التيار الكهربائي عملنا مراسلات التكلفه جات كبيره اتصلنا بالسيد الوالي قبل السيد الوالي القديم عمل دراسه باش يتكفل هو عن طريق التنميه الجهويه بمبلغ 50,000 دينار مساعده عندنا اربع فلاحه ومازالوا فما فلاح اربع ذوم البانين حافرين بها. السيد الوالي موافق وقال اني باش نخصص 50,000 دينار للتنميه الجهويه باش ندخلكم الضوء. ما راعني الا الملف هذا تو مازال ما فما حتى شيء منه فيه السيد الوالي جديد ما فما حتى شيء في ما فما شيء. خلينا تو المشكل الكبير هو الربط بالكهرباء. انتم الاعتمادات كبيرة معناها المطلب المبلغ المطلوب كبير برشا. 50,000 دينار اللي هي حكايه فارغه. اي الوالي الجديد عرضوا عليه الامر وما وافقش. عنده موجود المراسله. وافق ولا ما وافق؟ مازال ما فما حد شيء. معناتها كثرت. نحبوا نعرفوا شنو بابي مدام خلينا نشوفوا سي انيس بسبات الساعه يعطينا بخصوص الشركه شنو ينجموا يعاونوكم ثم نختم معك. سي انيس يعني في اقل من دقيقه لو اني هضمتك في الحق المره هذه لكن ان شاء الله اكيد انا عوده لكم مرحبا بك مساء النور سي انيس بسبيس الو الو به انقطعت المكالمه اني قبل حتى الحصه حطيتكم اون كونتاكت وتقولي تحكيتوا مع بعضكم انتوما الرد نتاعو شنو كان؟ الرد نتاعو هو قال احنا مش حتى اي اشكاليه هي الاعتمادات الدوله تعطي اعتمادات 12,000 دينار لكل واحد يحب يدخل تيار كهربائي اعتمادات الدوله احنا اربع من الناس اربع في 12,000 دينار يجيو 48,000 دينار نعم 50,000 دينار على الولايه قالت لي ما نجمش نعطي 50,000 دينار لاربع من الناس الاعتمادات هذه موجوده متوفره ايوه فيهم واحد طالب صاحب مشروع فلاحي انا مهندس متخرج يحب يعمل مشروع المشروع موقف على خاطر تيار كهربائي واضح سيده معتمده نخليك كلمه الختام في الموضوع هذا هو نعم تتقبل لك كيف نفس المشكل فلاحه زيد هو الاكيد اي هو الاكيد انه زي تم عرضه كمقترح ممكن مازال ما تبناش ديفينيتيفمون هي ثم برشا مشاريع يتم عرضها على المجلس الجهوي ولازم ننظروا فيها كمقترح يجي من السلطه المحليه ويقع تبنيه من السلطه الجهويه كمجلس الجهوي ممكن نهائيا لم يقع تبنيه سوف ندعموه ان شاء الله في المخطط الحالي باهي برشا باهي تدرسوا مع بعضكم مرحبا الختام مرحبا نشكر ضيوف الكل اللي حاضرين سواء كان من المجتمع المدني سواء كان من المسؤولين نرجع نكلم زملائي في استوديو البث المركزي شكرا لكم زميلي حبيب صالح زميلي متسم سعيدان شوقي الحميدي واحمد بسباس عواطف جبالي الى اللقاء